ورجعنا لكم تاني على راديو 90 هواها مصري، ولسه الليله راديو مكمل معاكم ال 12 بالليل، وشرفتنا خلاص في الاستوديو طارة عماد. ازيك يا طارة؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، اهلا بيكي. مساء الفل. ورمضان زي ما نحب كده على راديو 90 مع النجوم المتالقين في رمضان، ما شاء الله موجوده في ثلاث اعمال. قولي لنا انت ايه احنا قلنا من شويه بس نقول تاني. الثلاث اعمال اللي هم الصعلوك، بين السرايات، وحاره اليهود. حلو. اختياراتك انت ولا ترشيحات المخرجين؟ وانت قلتي لا مفيش مشكله ان انا اظهر بثلاث ادوار مختلفه، فكرتي ازاي؟ هي كانت بصراحه يعني ترشيحات مخرجين فعلا، والاول جالي بين السرايات، قريت السكريبت عجبني قوي الدور، حسيته قريب مني، يعني بنت في الجامعه نفس سني 22 23، طموحه جدا، في نفس الوقت هي هدفها ان هي تفهم الناس اللي حواليها انهم ميبقوش يبقوا يتعاملوا مع الطبقات بطريقه عاديه تماما. يعني مش عشان بالظبط، يعني ما يبقاش في تفرقه فعلا، ودي حاجه عجبتني فيها. طيب الادوار اكتر، يعني اكيد دايما لما حد بيشتغل في كذا دور او كذا عمل مع بعض، وطبعا ارهاق مش طبيعي عليك انا متاكده، لكن ايه اكتر دور كان قريب لقلبك اكتر؟ هو من ناحيه ارهاق، هو يعني الصراحه كان كمان مع الجامعه الموضوع ما كانش سهل خالص، بس الحمد لله عديت الاربع حاجات دي. بس اكتر دور قريب مش عارفه بالظبط قريب من ازاي، يعني ازاي كلهم ولادي يوم التقليد. بس يعني اللي عجبني جدا حاره اليهود، عشان كنت ضالعه في دور بدويه فلسطينيه، فكان نفسي ان انا اعمل حاجه مختلفه تماما، حاجه اثبت للناس ان لا انا ممكن اطلع بعيدا عن الشكل اللي انا دايما بظهر فيه ده. فده كان من الادوار اللي عجبتني جدا. هل في حاجه لسه بتصوروها؟ يعني لسه موجودين بتصوروا حاجه؟ انا لا خلاص الحمد لله خلاص. المسلسلات نفسها في يعني على حد علمي يعني ان هم خلصوا برده. حلو جدا. تعبتي بقى في الدور وانت بتعمليه؟ يعني مذاكرته، تقمص الشخصيه، الحاجات دي، بتفصلي بين الشخصيه دي والشخصيه دي ازاي؟ كان في يعني مذاكره؟ يعني مذاكره، كان اكتر مذاكره موجوده في هما في الثلاثه، بس كمان اللهجه اللي كنت محتاجه ان انا اطلع بيها في غزاله في حاره اليهود كانت صعبه شويه، وقعدت اتمرن عليها كتير قوي، كنت رحت يعني يوم تصوير وبعدين قالوا لا خلاص هنصور يوم تاني، فقلت كويس يعني عندي وقت ان انا اتمرن اكتر. وكلمت مع حد من صحابي، والدتهم فلسطينيه، فقعدت اتكلم معاهم عن الموضوع ده شويه، يعني علموني اللهجه اكتر وكده، وحتى هناك في اللوكيشن كانوا هم جايبين حد بيمرن اللهجه بالظبط، مصحح فساعدني كتير قوي. بس من اكتر الشخصيات اللي انا درست اللهجه فيها. ربنا يستر على الصعيدي بقى لما تعملي دور صعيدي هتعملي فيه. ترى دايما اي حد يعني بيشوفك ويشوف الادوار اللي فاتت بتتصنفي ناحيه البنت الكيوت اللطيفه اللي ممكن تبقى في السن بتاع الجامعه، في حاجه شبه كده، ما خفتيش ان انت تبقي خلاص داخله الادوار دي؟ بس مش حاسه ان انت بتتصنفي شويه؟ هو انا اول حاجه عملتها كان الجامعه، كنت شريره. يعني من اول ما ابتديت انا كنت واحده مستفزه وشريره وبتستغل اصحابها، فدي كانت اول بدايتي. يعني كنت شريفه، كان اسمي شريفه في المسلسل. انت الاسامي بتهتمي بيها يعني اسامي الشخصيات؟ شريفه في ابتسام، في بين السرايات، وفي الصعلوك حوريه وغزاله. حلو. شريفه كانت بتعمل ايه؟ شريفه كانت مستفزه جدا، وكانت تستغل اصحابها ان هم يعلوا لها درجاتها في الجامعه، وبتقول لهم ان هي بتحبهم جدا وان هي دايما هتفضل معاهم، بس هي كانت عكس ده تماما. فدي كانت بدايتي يعني. بس رغم ان بدايتك انت ما لحقتيش تذاكريها، انت قالوا لك بكره عندك تصوير. صراحه. فيعني فدي حاجه حلوه، انا ممكن في النار واشتغلت. بالظبط. اول حاجه بالظبط. بس يعني ما حصلش ان انا خفت ان انا اتحط في مربع ان انا امثل نفس الشخصيات، عشان عندي امل وانا عارفه ان انا هقدر ان انا اخرج بره ده، والحمد لله ده حصل. ومش بس بقدراتي وموهبتي، لا انا بقول ان دايما لازم المخرج والشركه نفسها تكون هي مؤمنه ان انا هعرف ادي الدور ده كويس، فيدوني الفرصه دي. ممكن انا اكون بعرف اعمل الدور ده ومتاكده، بس ما تجيليش الفرصه، فهي لازم تجيلي فرصه ان يكون يعني مخرج واثق. يعني انا اتبسطت قوي من محمد العدل ان هو كان مبسوط، قال لي يا طارة انا عارف ان انت هتعملي الدور ده كويس، بالتوفيق. فانا حسيت ان هو مؤمن بالظبط، بيديني زقه كده، فهو كان مؤمن ان انا هادي الدور ده بطريقه كويسه، فانا الحمد لله يعني ظبطت. ايوه. طيب نروح
نروح نروح والله يلا بينا نروح يلا بينا نروح في نفس الوقت يعني يلا نروح يلا نروح نروح طبعا طارق المختاره اغلب الفنانين اللي هيغنوا معانا النهارده علشان احنا مشغلين لها كل اللي يعجبها فهنبتدي بالهضبه عمرو دياب الله لا يحرمني منك ونرجع تاني لانجوج بتاعك عامل ازاي لما بتنفعلي لما بتعيطي يعني بيركز على الحاجات دي اللحظه بقى اللي شايفها على دلوقتي الابلكيشن او ان التمثيل ما ينفعش وانت ما بتحركيش ايديكي لازم جسمك كله بيتحرك بينفعل هو المفروض جسمه كله يكون بيوصل معلومه معنى البودي لانجوج اللي انت سائلاه بس هو بيختلف يعني في حاجات ما ينفعش برضه انا بقى بتحرك فيها كتير قوي بس هي الفكره بتاعت ان انت كنت بتصوري نفسك وتبعتي لهم فهم يقولوا لك مثلا كونفيرم او ده حلو او يقيموا كده انا عندي بالظبط عندي يعني سي دي بحاله مليان 20 30 فيديو انا عاملاهم حاجات كنت بجرب عليهم كده لما بتقعدي تتفرجي على الحاجات دي دلوقتي يعني بتتريقي على نفسك مثلا في حاجات بتشوفي نفسك حلوه في حاجات مش هقدر اتفرج عليها ممكن اموت يعني مأساة يعني هو ده كان من سنتين كنت ابتديت بس ساعات ببقى عايزه اشوف عملت مشهد معين ازاي فبقعد اتفرج عليه بحس ان هو بتاخدي منه حاجه يعني باخد اكيد باخد منه يعني بتعلم مش بتعلم بس بشوف انا هنا انفعلت بالطريقه دي طب ايه ده ممكن ابقى اجربها تاني لا مش عايزه اعملها كده تاني تعالي نجرب حاجه تانية فهو حلو يعني زي حاجه كده برجع لها بشوف انا عملت ايه طيب في انا عارفه برضو ان انت بتعملي سكادجول لنفسك ما بتعرفيش تمشي من غير ما تبقي مرتبه كل حاجه في حياتك الجدول اللي جاي بتاع طارة لغايه بعد العيد هيكون عامل ازاي انا ماشيه باجنده يعني انا حتى صحابي طارة عايزين نفطر لا استنى اشوف انا فاضيه امتى لما اتكلمنا برضو نفس الموضوع ثواني اشوف بس يوم ايه فانا ماشيه باجنده فيها بقى كل حاجه من الصبح لبالليل بس الجدول يعني في سفر في عندي كم انترفيو كم فوتوشوت كده هعمله قبل ما اسافر انا عارفه ان انت عاشق برضو فوتوشوت بحب بعيدا عن اي حاجه ده برضو لو جالك اعلان جالك فوتوشوت او جالك موديلنج مش هتقولي لا عشان في مصممين يعني بالذات مصريين انا بحبهم قوي وهم ابتدوا معايا في نفس الوقت بتشتغلي مع مين اكتر في الفاشن في الفاشن في كذا حد في امينه كي في ملك العزاوي يعني دول انا اعرفهم يعني ابتديت معاهم من اول ما هما كمان ابتدوا فبحبهم قوي مش عايزه انسى حد بس في كتير قوي منهم يعني من ميك اب ارتست لفوتوغرافرز لكوفير كل الناس دي يعني فبحب ان انا اتعامل معاهم دلوقتي برضو لما ببقى فاضيه بس في وقت التصوير لما كنت بصور كان بيبقى فيه فاشن شوز وفوتو شوت كتير قوي بس يا نام يا اعمل ده يعني يا نام عشان اصحى اجرى بقى فما كنتش بلحق استاذ ورئيس قسم الزعيم عادل امام متابعاه اصلا في الاول ولا لا انا للاسف لا انا مش متابعه قوي صراحه حاجات رمضان ده عشان مش بلحق وانا اصلا يعني بحب رمضان كمان زياده عشان بقعد قدام التلفزيون انا ما عنديش عاده ان انا في الايام العاديه اقعد قدام التلفزيون واتفرج يعني على اي مسلسل بس في رمضان بقرر بعمل لسته كده كل المسلسلات انا اشوفها بتيجي على قنوات ايه في الساعه كام بس برضه هو ده التنظيم اللي بتكلم انا عايزاكي تعلمينا الموضوع ده ازاي بتنظمي لا بجد علمي الناس قولي لهم ازاي بتقدري تحطي الاولويه لايه هي صراحه الاولويه دي مهمه قوي لازم اعرف اولوياتي في كل يوم يعني عايزه يعني مش يعني بفكر طبعا العشر سنين اصحابك اهم ولا الشغل مش يعني في الترتيبات كده هخرج النهارده ولا هشتغل النهارده اكتر اركز اذاكر كل حاجه انا بعمل كل حاجه يعني انا متعوده عشان انا بتضايق قوي لما مثلا بفوت عيد ميلاد لما بفوت خروجه الحاجات دي بتضايقني بحبها لسه كان في طول طبعا زوجتنا فاطمه خليل عيد ميلادها كل سنه وهي طيبه طبعا ويعني نقول لها هابي بيرثدي تو يو هازي بيزي يو وكل الكلام الحلو ده كنت بسالك على استاذ ورئيس قسم للزعيم عادل امام اكيد انت فاهمه مغزى السؤال ايه ان السنه اللي فاتت كان ليكي دور مهم جدا وهي بوسي في صاحب السعاده ومسلسل كان محقق نجاح كبير جدا الحمد لله السنه دي مع وجود يعني لو انت يعني للاسف انت مش متابعه المسلسل وجواه شباب كتير جدا ليه ترى المره دي مش موجوده ما اعرفش يمكن ما شافوش دوري ليه يعني انا ليه على الدور ده او دوري ليه على ما حصلش مكالمه ما حصلش حاجه زي السنه اللي فاتت لا ما حصلش يعني ما حصلش خالص حلو بس انت تتمني طبعا التجربه تتكرر اكيد يعني اكيد انا اتمنى خليك تتمنى كلنا نتمنى اروح ورا الكاميرا كلنا نتمنى اي حاجه كلنا نتمنى طيب لسه نكمل معاكم طارة عماد هي ضيفتنا وطارة بالت ولا بالالف بالت بالالف اخرها الف طبعا اخرها ت اخيرا ايه؟ برضو الحركة لغضت بالليل تاني؟ مش عارف تاني؟ لسه مكملين معاك الليلة راديو على الراديو 90 90 رمضان زي ما تحب غدير حسان وفادي ابراهيم خليك نكمل معانا بالاسم اس على 91.9